السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. في مرات كثيرة طبيعة السوق هي اللي تحدد طبيعة المنتج، واليوم معانا أكبر مثال على ذلك اللي هي سيارة الجيب جلاديتر موديل 2021 بطراز الساند رانر. فإذا تردون تعرفون مواصفات وسعر هاي السيارة ابقوا معايا، أنا أخوكم حسين من قناة نظرة في عالم السيارات. أول شيء فقرة الأسعار، طبعا أحب أنوه أنه الأسعار اللي أنشرها هي بوقت نشر الفيديو، والأسعار ممكن أن تتبدل مع الوقت، وأني للمزيد من المعلومات والمتابعة من قبلكم راح أخلي أرقام مبيعات الشركة في خانة وصف الفيديو. السيارة تتوفر عند وكلاء شركة جيب العراق شركة هارلم في معرضهم في مدينة أربيل على شارع 100 قرب تقاطع طريق مخمور. سعر السيارة 60,900 دولار، يعني 6 شدات و9 ورقات، هذا السعر بدون لوحات. طبعا السيارة مشمولة بضمان الشركة لمدة 60,000 كيلو أو 3 سنوات. متابعين الأعزاء، احنا حشينا في بداية الفيديو انه طبيعة السوق تحدد طبيعة المنتج، وهذا الشيء نشوفه بهالسيارة. ليش؟ لانه شركة جيب بعد ما شافت انه طرازات الرانجلر عندها مبيعات عالية في منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي، فقامت بتصدير هذا الاصدار للمنطقة تحت اسم الساند رانر. وهاي السيارة تتميز بمجموعة من المزايا تخليها تختلف عن باقي طرازات رانجلر، فخلي نشوف ابرزها. هسه نبدأ بمواصفات السيارة. طبعا أنا طراز الجلاديتر بطراز الروبيكون مسوي عليه فيديو قبل، والفيديو موجود على القناة تقدرون تشوفوه. اليوم راح أركز لكم على الفروقات الموجودة بين هاي السيارة وبين طرازات الجيب الأخرى. أكبر شيء يميز هاي السيارة هي هاي العلامة الموجودة على بودي السيارة بصفحة السائق اللي مكتوب عليها 4x4 Desert Rated. طبعا باقي سيارات الجيب مكتوب عليها 4x4 Trail Rated، يعني سيارة إلها الإمكانية أنه تمشي بمختلف الطرق الوعرة. هاي تزود عنها هذا النيج بأنه إلها الإمكانية أنه تمشي بشكل أحسن داخل الصحاري. الديزرت ريتد راح تعني 5 شغلات: أولا قدرة الجار أو التراكشن مال هاي السيارة كلش ممتاز، ثانيا الخلوص الأرضي، يعني ارتفاع السيارة عن الأرض يكون أعلى من باقي طرازات رانجلر بمعدل 1 إنج، يعني 2.5 سنتيم، وكذلك عندك التحكم ببراعة بالتضاريس الصحراوية والمناورة ببراعة في التضاريس الصحراوية، وكذلك التحكم بالثبات بشكل أكبر موجود على هاي السيارة. نبدأ بالتصميم الخارجي للسيارة. عندك بالبداية الشبك الأمامي المشهور من جيب اللي بيه 7 فتحات، وكذلك عندك الإضاءة الأمامية بشكل كلاسيكي جميل، عندك دائرية وبها تيجي كلها LED، وعندك LED نهاري، وكذلك حتى كشافات ضباب LED. عندك كاميرا أمامية وكاميرا خلفية بالسيارة، الكاميرا الأمامية يجي بها زراق ماي، عندك هنا شناقيل باللون الأحمر الجميل. عندك هنا أكثر شيء يميز هاي السيارة حتى نذكرها وهي التصميم، شوفوا هنا الأكسل دايناتراك حجم 44، هذا الأكسل يحقق لك أكبر قوة للجر بشكل ممتاز، بالإضافة إلى تحقيق ثبات ممتاز، بالإضافة إلى أنه السيارة تأتي بنظام مخمدات أو دبلات من شركة فوكس، وهاي الدبلات يجي بها دمبر إضافي، يعني خزان إضافي للزيت، والزيت المستخدم بهالدبلات ميليتري جريد، يعني زيت ذات استعمال عسكري كلش قوي، يتحمل ضغط وحرارة عالي. هذه الدبلات تستعمل في سيارات الرالي لقوتها ولمتانتها ولتحملها بالمشي على الطرق الوعرة. الأمام السيارة يجي بها سكيد بليت من الحديد حتى تحمي بطن السيارة أثناء السير بالتضاريس الوعرة والتضاريس الصحراوية، حتى لو طخت بالصخور كل شيء ما عليها. عندك هنا تصميم البونيت حاطي لك بيه سكوب، لكنه هذا السكوب ديكور. نجي هنا على الجانب أيضا بصمة الساند رانر. عندك هنا أيضا مثل فتحات أيضا هي شفتها، هي عبارة عن ديكور لكنه ضايفة شكل جميل للسيارة. عندك الويل مال السيارة يجي ألمنيوم خفيف الوزن جدا حتى السيارة تمشي بالصحاري، وكذلك الويل يجي حجمه 17، الويل صغير. ليش؟ لأنه هذا التاير لما بالصحراء تخفض الهواء ماله حتى يفرش ويحقق ثبات للسيارة على الرمل، والسيارة ما تغرس بالرمل. عندك سكيد بليت هنا جانبية أيضا موجودة على السيارة. نشوف تصميم السيارة، بصراحة التصميم حلو وببصمة جيب العريقة. إضافة عندك البودي راح يضيف لك عملانية للسيارة، البودي طوله 1.5 متر، هذا البودي تقدر تحمل به غراض وتقدر تروح به رحلات طويلة، رحلات للمغامرة، رحلات طويلة، وحتى تقدر تستعمله كمكان للنوم أيضا. عندك هنا أيضا الشاملغات
مال السيارة يجن بلون السيارة، اللون الأزرق على السيارة كل جميل. عندك هنا أيضا دبلات فوكس خلفية نفس القدرة عندها وتحقق لك أحسن ثبات، وبالإضافة إلى أنه تقدر هاي الدبلات تتحرك بمدى أكبر من الدبلات العادية. هذا كله يزيد من كفاءة النظام مال التعليق، وبالتالي يزيد من كفاءة السيارة للسير بالطرق الوعرة. شوفوا دبلات فوكس مع أيضا مع دمبر إضافي موجود وياها. طبعا السيارة دخول ذكي، يعني بصمة دخول بدون مفتاح، البصمة موجودة على الأبواب الأمامية. نجي نشوف السيارة من الخلف، شوف الإضاءة الخلفية LED بشكل جميل، وعندك بصمة جيب والكاميرا الخلفية، بالإضافة يجي بيها حساسات خلفية وشناقيل خلفية على الدعامية الخلفية. طبعا التصميم مال الدعامية الخلفية من البلاستيك، لكنه بلاستيك كلش مقاوم وقوي. عندك هنا حتى الإضاءة مال اللوحات تجي LED. نشوف الباب الخلفية، عندك إضاءة تحذيرية مال بريك على الباب الخلفية. شوف هذا اللي يعجبني بالمصنعين الأمريكيين، بعض المصنعين الباب الخلفية مال البيك اب لما تفتحها رأسا توقع، يكون بشكل خطير إذا وياك طفل أو أنت إذا ما منتبه يوقع على إيدك. بس هنا الباب متوفر به جاك حتى يخلي الباب ينزل براحة. شوفوا منطقة التخزين الكبيرة، طبعا السيارة وياها كفر أصلي من موبار. شوفوا هذا الكفر تقدر تشيله وتخزنه أو تقدر تستعمله تخزن جواها الجنط والغراض. طبعا هذا الكفر مقاوم للظروف الجوية والأمطار. وداخلية السيارة أيضا كلها بالبلاستيك، مغلفة البيد لاينر مالتها بالبلاستيك المضاد للخدوش. عندك إضاءة LED داخل البودي، وكذلك حتى داخل البودي عندك قابس 230 فولت لكهرباء المنزل، والقدرة مالته 400 واط. طبعا بالتأكيد عندك شناقيل للربط حتى تربط الأمتعة داخل السيارة على جانبي البودي. هسا نشوف سوى كابينة السيارة. طبعا شوفوا هنا السيارة فعلا سيارة استعمال شاق، فعلا سيارة طرق وعرة، لكن هذا ما يمنع انه يضيفوا لك لمسات فخامة، مثل عندك الكراسي الجلد، الكراسي الخلفية، حتى يجي بها نظام الايزوفكس لتثبيت كراسي الاطفال. طبعا هاي السيارة توفر لك فيرساتيليتي او عملانية، تقدر تستعملها كسيارة عائلية، تقدر تستعملها كسيارة مغامرات، تقدر تستعملها كسيارة حمل. هنا ايضا شوفوا هنا ايضا عندك حامل اكواب ومسند بالنص، وكذلك عندك لورا فتحات تكييف للناس القاعده بالخلف. طبعا السيطرة على الجامات من هنا مال جامات الابواب، لان الابواب السياره تقدر تشلعن السياره. شوفوا السقف ينشلع زائدا الابواب، تقدر تسويها سياره مغامره بحته، يعني فقط البواري يبقى مال الحمايه الكيج، فشكلها كلش جميل بصراحه للمغامرات، خاصه اذا الجو كان يساعد. عندك حامل اكواب اثنين هنا موجودات ايضا، وعندك شبكه مثل بوكيت حتى تخلي بيه غراضك. هسه نشوف الكابينه الاماميه، شوفوا هنا ايضا الكابينه مال السياره. شوفوا الداشبورد، شوف الداشبورد مال الجيب ليش هيك قصير، هاي ملاحظه مهمه احب احكيها لكم. بالسيارات الاخرى مثلا سيارات مال الطرق تشوف الداشبورد طويل، هنا بسياره الجيب هي مصنعه حتى تتحمل رزعات، تتحمل صدمات مال طصات قويه، فاذا الداشبورد كان طول البلاستيك ماله هوايه بعدين ويا الزمن يطلع بيه صوت، فيسوون طول البلاستيك والاجزاء البلاستيكيه المربوطه على الحديد اقل شيء. شوفوا الداشبورد العمق ماله قليل، هذا يعطيك قوه وديورابيلتي وعمر طويل للداشبورد. شوفوا الداشبورد قد قوي، ايش قد احركه بقوه ماكو اي صوت، لانه مثبت بقوه على الحديد، واصلا هذا البلاستيك نوعيته كلش قوي وطوله مسويه قصير حتى يتحمل كل انواع الصدمات. هاي ايضا ملاحظه مهمه حبيت احكيها لكم. طبعا السياره دفع رباعي ذكي، دفع رباعي الموجود على الجيب ماكو داعي احكي لكم، يعني دفع رباعي جبار. القوه والعزم الموجود على المحرك يترجم حرفيا على الارض، هذا الشيء كلش مهم. هنا نشوف عندك نظام الاكسل، قفل الاكسل الامامي وقفل الاكسل الخلفي موجود على السياره. طبعا من هنا تحكم بالجامات مال الابواب اربعتين، ومن هنا ايضا عندك يو اس بي تايب سي واوكسلري ويو اس بي عادي. طبعا عندك التحكم بالتكييف ثنائي المناطق، عندك هنا شاشه بحجم 8.4 انج، ياتي عليها نظام اليو كونكت الحديث، ياتي بها نافيجيشن، ياتي بها ايضا صفحات السيطره على الاوف رود، وكذلك التحكم بباقي وظائف السياره، وحتى الكاميرات الاماميه والخلفيه ايضا تشتغل، وتقدر تغسل الكاميرا من داخل الكابينه، تدوس زر على الشاشه يغسل لك الكاميرا الاماميه حتى ينظفها في حال توسخت بالطين.
خلينا نشوف محرك الجيب جلاديتر الساندرنر. السيارة تأتي بمحرك بنتاستار V6 محن 6 سلندر على شكل V. السعة اللترية مالته 3.6 لتر، ينطي 285 حصان وعزم دوران 353 نيوتن متر. هذا المحرك مربوط على جير أوتوماتيكي ZF ألماني من 8 سرعات. نظام الدفع بالسيارة دفع بالعجلات الأربعة مع توفر دبل خفيف ودبل ثقيل، بالإضافة إلى توفر قفل أكسل الأمامي وقفل أكسل الخلفي. طبعا يجوز تتساءلون تقولون 285 حصان و 353 نيوتن متر مو كلش أرقام كبيرة لسيارة أوفرودر، لكن إذا عرفتوا عبقرية جيب في إيصال هاي القوة الحصانية إلى الأرض عن طريق الأكسلات والجير ريشيو اللي توفره، راح تعرفون هاي القوة كلش كافية لهاي السيارة. ثانيا، حجم هاي السيارة هي من فئة البيكاب المتوسطة الحجم، يعني مو من فئة البيكاب الكاملة الحجم. فهذا المحرك وهذا الجير ونظام الأكسل هذا الداينا تراك الموجود على السيارة راح تطيق وحش للطرق الوعرة. ملاحظة أخرى بالإنجين بي أو الرصيف المحرك، شوفوا هنا فتحة الشوتة وين صايرة، إيش قد عالية. هذا الشيء ينطيك إمكانية لهالسيارة أن تدخل للمي بعمق أكبر. شوفوا ما دام فتحة الشوتة إيش عالية، يعني السيارة لحد هنا تقدر تدخل بالمي، وهذا تقريبا راح يكون عندك 60 إلى 70 سنتيم. طبعا أحلى شيء القفل مال البانيت، شوفوا بطريقة كلاسيكية. وصلنا لنهاية الفيديو، وراح أشيلكم على أنظمة الأمان وأنقل لكم انطباعي عن السيارة. السيارة تأتي كأنظمة أمان، إيرباقات اثنين للسائق والراكب الأمامي، إيرباقات جانبية ما متوفرة لأنه هو تصميم السيارة يحكمك، لأنه السيارة هي سيارة أوفرود وسيارة مغامرات، فجاية بادي على شكل كيج أو قفص معدني. فهذا البادي هو أيضا تقدر تعتبره نظام أمان، لأنه تطيق فد بادي أو فد كابينة مال السائق والركاب بها صلابة كلش عالية، فلا سامح الله إذا السيارة تعرضت للانقلاب فهاي الكابينة راح تحمي الركاب، لكن بشرط أن يكونوا رابطين أحزمة الأمان. بالإضافة إلى أنظمة الأمان هاي تتوفر بالسيارة أنظمة الـ ABS والـ EBD وكذلك الـ Braking Assist، وكذلك السيارة هي متوفرة عليها الرادار، يعني مثبت السرعة المتكيف، زائد النظام بريك الطوارئ الأمامي. كذلك السيارة يأتي بها حساسات خلفية للركن وكذلك كاميرا خلفية وأمامية. هاي بالنسبة لأنظمة الأمان. أما بالنسبة لانطباعي عن السيارة، السيارة فعلا تقدم لك باكج حلوة. السيارة هي الرانجلر، تعتبر آيكونة في عالم سيارات الأوفرود، سيارة مميزة بالشارع، شكلها حلو. بالإضافة إلى هاي السيارة خاصة الجلاديتر تطيق فيرسيتيليتي، يعني تطيق عملانية أكثر من طرازات الرانجلر الأخرى. ليش؟ لأن بها بودي، هذا البودي تقدر تستعمله تنقل بها غراض، تقدر تستعمله للسفرات والخروج بالبر والمغامرة. وكذلك السيارة أيضا تقدر تعتبرها سيارة عائلية، لأنه بها مقاعد تكفي 5 أشخاص، وكذلك بها نظام الأيزوفيكس لتثبيت كراسي الأطفال. فهاي كانت نظرتنا عن الجيب جلاديتر موديل 2021 بطراز الساندرنر. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والشير، والما مشترك يانا خلي يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.